أنا أمام فريق ترجي مستغانم، المدرب العطوي قام بتجريب لاعبين مغتربين وإفريقي، كما أعطى الفرصة للشبان في الشوط الثاني مع استرجاع بعض المصابين من أجل التحضير الجيد للاستحقاقات المقبلة. أهداف اللقاء سجلها كل من شيبان وفريفر للمولودية ونيلي للترجي. التغطية للزميل أقول ياسين رشي. On a programmé le match spécialement pour certains joueurs les Bayern Choufoum. Il y avait trois joueurs. Sur les trois, les vraiment Zamak Mragna Chouya, Zamak Mlech, c'était Cédric. Les autres, ils n'ont pas le niveau de la nationale 1 ou de la Mouloudia, comme il dit l'autre. مقابلة هذه الودية كما يقولوا تحضير المقابلة تاع الكأس هذه إن شاء الله ما عندنا دفلة، مقابلة وين يشوف المدرب النقائص اللي كاينة، مقابلة هذه إن شاء الله تحضيرية وحنا راه الحمد لله خدمنا بيان، إن شاء الله بنكونوا واجدين إن شاء الله للمقابلة الجاية إن شاء الله. والله مقابلة يعني استفدينا منها كثير، يعني كانت مقابلة في المستوى، كانت فيه روح رياضية عالية، ما كانش فيه تدخلات خاسرة، الفريقين طبقوا كرة نظيفة وجميلة، تمتعنا معاهم. المهاجمين تاعنا ما كانوش حاضرين، والدليل على ذلك اننا مدافعين لعبناهم مهاجمين، لكن انا راضي على لانه حنا توقفنا 15 يوم. الحمد لله المقابله جرت في ظروف مليحه، وكما يقول لك كان التست ملينا مليح باش نكملوا باش نطعموا ان شاء الله لافاز روتور ان شاء الله في احسن ظروف.